في هذا الدرس سنتعرف على مكون استخدمناه بكثرة وبشكل كبير، والمكون هو edit. هذا المكون الذي يقوم بإعطائنا نص. كما ترون الآن النموذج هو في الوضع، يعني النموذج في الوضع BD mode right to left باللغة العربية، لذلك المكون edit ورثها مباشرة. وكما تعرفنا من الخصائص التالية Parent BD Mode، يعني يمكن الحصول عليها أو لا من هنا. دعونا نقوم بعمل مشروع جديد أفضل لكي لا نقوم بشرح أشياء أخرى. Edit، هنا نقوم بوضع Edit في الوضع الافتراضي. بعض الخصائص الخاصة بها، الخصائص الأخرى يعني كلها تعرفنا عليها أو مررنا بها. الآن سنذهب إلى خصائص جديدة. لدينا خاصية مثل Carcass، يعني الحروف إما كبيرة أو صغيرة. هنا صغيرة lower case أو uppercase أو lower case عفوا، أو normal يمكننا وضع الأحرف الكبيرة والصغيرة كما نريد. هنا upper وهنا lower التي نريدها نقوم باستخدامها. الوضع الأفضل هو normal. هذه الآن تعرفنا عليها. CTL 3D تعرفنا عليها. الفونت، الهايت، أشياء أخرى. left مثلا نعم، خاصية جديدة وهي خاصية Max Length. دعونا نقوم مثلا بإعطائه 5 5. ستحدد له يعني عدد الأحرف التي يمكن كتابتها أو عدد الكاركتر أو الرموز أو أي شيء سنقوم بالكتابة عليه. مثلا سنكتب راوف ثم حرف دي أو حرف آخر. مثلا سنكتب له AZURTY هكذا. لا يكمل، لا يمكنه أن يكمل لأن الماكس لينكث هو عبارة عن 5. إذا جعلناه 0 فسيقبل عدد أكبر. Number Only خاصية جيدة جدا، تجعل المكون يقبل الأرقام فقط. سنقول له مثلا رقم 1 2 3، ثم Unacceptable Character تظهر لنا الخطأ مباشرة. You can only type numbers here، لأنني كنت أحاول كتابة حروف سيظهر لنا هذا المشكل. Password Character، هنا يعني إذا كانت لديك Password تريد حمايتها ستقوم بعمل Password Character بهذا الشكل. ستكتب له أي رمز، مثلا هذا الرمز. النصوص كلها ستظهر بهذا الرمز، مثلا هذا الرمز كلها ستكون بهذا الرمز. أي حرف سيكون بهذا الرمز، مثلا يعني قلت له رمز 1 كلها ستكون بالرمز 1، الرمز 0 كلها ستكون 0، هكذا هكذا. يعني خاصية مميزة جدا ويجب استخدامها كثيرا. خاصية read only مميزة، حيث أنه يمكنك أن تقول له read only فلا يمكن إلا القراءة من هذا المكون. يعني نستطيع أخذ القيمة، نقوم بعمل copy لها والعمل معها، لكن لا نستطيع أن نكتب فيها أي شيء لأنها للقراءة فقط. هذا المكون أصبح للقراءة فقط. الخصائص الأخرى تعرفنا عليها. text hint تعرفنا عليها في الدروس السابقة أثناء العمل عليها. edit لديه حدث مميز وهو on change، يعني عندما يتغير النص الخاص به. مثلا إذا تغير النص الخاص به سنقول له form1.caption مساوية للEdit1.text. دعونا الآن نرى ما هي. إذا قلنا له نكتب مثلا الاسم R، هو في الوضع الحالي يعني number only، لذلك سنقوم بتغييرها number only، سنقوم بتغييرها لكي يقبل لنا الحروف. ونكتب مثلا إذا قلنا له اسم الفورم R ثم A O، يعني كما ترون عندما نغير هنا يتغير هنا. هذا هو المعنى أو معنى on change، يعني عندما يتغير أي شيء عليه حذف أو إضافة أو أي شيء آخر، عندما يتغير ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث ستكتبه له on click on double click، أشياء تعرفنا عليها وتعاملنا معها أيضا الأخرى والتي أيضا كما قلت سنشرحها في دروس مفصلة.